الله أكبر، خلق الهدنة، الله أكبر. قصف على مدينة دار تعزي، قصف المدنيين في مدينة دار تعزي، الله أكبر. يوم الأحد 28/2/2016 قام الطيران الحربي الروسي باستهداف مدينة دار تعزي بغارتين جويتين، طبعا ثاني أيام الهدنة المزعومة كما يدعون. استهدف المدينة بغارتين جويتين أدت إلى وقوع إصابات عديدة والعديد من الجرحى وأضرار مادية كبيرة. طبعا المكان الذي استهدفه هو سوق شعبي وفر آلي، لا يوجد أي مكان أو أي مقر في مدينة دار تعزي لجبهة النصرة، ولا يوجد أي مقر عسكري في هذه المدينة. اليوم فقنا الصبح الساعة 6 الصبح على صوت طيران روسي في دار تعزي، ضرب سوق تجاري في نص الضيعة، يعني سوق تجاري، محلات تجارية ما في، يعني لا في مقرات لجبهة النصرة ولا في مقرات للجيش الحر ولا في شيء أبدا، يعني كل أهالي وكل عصاميتها نازحين، يعني فيها نازحين كتير كان وضرروا محلات تجارية كتير في السوق.